تحديدا عندي حليب مكونات الجافه راح اكتبها لكم تحت، بيضه اضيف المكونات زين، شيء راح اضيف الدقيق زين نعجنها، بعد ما ماسكه العجينه راح احط قطعه الزبده، العجينه صارت جاهزه، شوفوا كيف العجينه ناعمه وطريه متماسكه ولا تلصق باليد. بعد ما فردت العجينه راح اقطعها دوائر مثل هذه، ما قطعت حطيت عليها تحت ورق زبده راح اخليها تتخمر. الدونات بعد ما تخمرت الحين الزيت حامي راح انزل الدونات، نشيل الورقه الحين نقلبها على الجهه الثانيه، الحين نشيلها من الزيت شكلها بعد القلي، والحين فتحت فتحه وراح اشيل حشفه الكاستر، طبعا نزلت طريقتها بالفيديو السابق، شوف كيف من داخل